في هذا الفيديو معنا سيتادين جديدة ديال رونو اللي هي الكليو 5 موديل 2019. التاريخ ديال الكليو بدا من بعد سوبر 5 الموديل الاول اللي هو الكليو 1 في 1990، والكليو 2 في 1998، والكليو 3 في 2005، والكليو 4 في 2012، والكليو 5 هي اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو. اول حاجه غنهضروا عليها قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الكليو 5 هما لي فيرسيون. كاينين خمسة، كاين لايف هي فيرسيون دو باز، زين، انتنس، اريس لاين فيرسيون سبور، وانيسيال باري هي توتوبسيون. الكليو 5 من القدام، اول حاجه كنشوفوا لي زوبتيك اللي تبدلوا اللي دايرين بحال ديال الميغانكا، تيبداو بالليد بيرفيزيون والتوتوبسيون فيها فول ليد، والكالندر اللي كبير شويه على ديال الكليو 4، والكابو حتى هو كبير. باختصار من القدام تتبان بحال الميغانكا. الكليو 5 من الجنب تنشوفوا لي فيتخ اللي ولاو كرومي، البوكلي اللي كان في الكليو 4 كحل حيدوه داروا باكيت كرومي مكتوبه فيه كليو، عطى ديكور زوين. البوني ديال الباب ديال اللور ولا لاكي، مبقاش ديال البلاستيك ميتاليزي، ولي جونط على حساب لا فيرسيون تتبدا بديال 16 بوس ديال الحديد افيك لونجينيفير، وكاينين ديال 16 الياج الومنيوم تيبداو من لا فيرسيون انتنس، وتوتوبسيون فيها الياج ديال 17 بوس. اللور ديال الكليو 5 كما كتشوفوا الشكل ديال الكليو 5 بدل بزاف على الكليو 4 من اللور، لي فروج ديال سينيك 4 بارشو كبير فيه تاهو باكيت كرومي من التحت. بالنسبه لي توتوبسيون عندها ليت ستاسيونمو افون اريير وكاميرا 360 في المونوغرام. الكوفر ديال لاكليو 5 ايسونس 391 لتر، ديزل 364 لتر. لاكليو 5 من الداخل غادي نشوفو الكونسول اللي فيه ايكرون تتبدا من 7 بوص حتى 9.3 بوص، كلهم تيدعمو ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونافيغاسيون كتبدا من لا فيرسيون انتنس. من تحت ليكرون كاينين لي توش بيانو ديال البلاستيك، ولي كوموند ديال لاكليم بحال ديال داسيا دوستر، وفرنت ستاسيون مو الكتريك، وجوج ديال لي فيش يوز بي وشارجور سون فيل. لا فيرسيون انيسيال باري بوحدها اللي فيها صالون كوير، لا فولون اي لي سياج افون شوفون. طابلو دو بور جيب 7 بوص و 10 بوص، 7 بوص عادي تيبان داكشي بازيك كونتور ديال الصورة على الوسط، و 10 بوص فيه جي بي اس و لي مود كوندويت، و جي فولون ملتي فونكسيون على اليمين الكوموند في طابلو دو بور، و على اليسار ريغيلاتور اي ليميتور دو فيتاس، و كاين واحد الكوموند تحت الفولون ديال الفوليوم ديال البوست. موتوريزاسيون اللي جايه بها لاكليو 5 ايسونس 1 لتر اس سي او من 65 حتى 75 الخيل، و 1 لتر تي سي او 100 الخيل، و 1.3 تي سي او 130 الخيل، و ديزل 1.5 دي سي اي 85 الخيل حتى 115 الخيل. المهم اخوتي هادشي اللي كاين على لاكليو 5، نتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوني في الانستغرام دابا ندير ليا في لا ديسكريبسيون، وشكرا.